السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جهاز سامسونج A13، جهاز محترم من شركة سامسونج في الفئة المتوسطة. طبعا الجهاز ده عليه باسورد واحنا مش عارفينه، وعايزين نعمل له فورمات. كلام جميل. طريقة الفورمات اللي هتمسح اي حاجة على الجهاز، هترجعه كأنك لسه شاريه جديد، يعني بياناتك كلها هتتمسح، نمط او بصمة او بصمة وش او اي حاجه. طريقه الفورمات اللي هتتم واحده، يعني مش هتبقى في كل طريقه ليها فورمات، يعني النمط ليه فورمات والبصمه ليها فورمات، لا، طريقه الفورمات اللي هتتم واحده وكل حاجه على الجهاز هتتمسح، سواء اغاني العاب برامج اي حاجه مش خاصه بالجهاز هتتمسح. كلام جميل. طب احنا نعمل ايه بقى؟ لو جينا قفلنا الجهاز كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ودوسنا ايقاف، الجهاز ما قفلش. طب اعمل ايه عشان الجهاز يقفل؟ كلام جميل، ركز معايا كويس في اللي انا هقوله. الجهاز اهو شغال، كلام جميل. هدوس على خفض الصوت والباور، خفض الصوت والباور اهم، هفضل دايس عليهم. كلام جميل، انا دايس عليهم اهم، ما سبتش ايدي كده. الجهاز قفل، هبتدي اغير الوضعيه وهحط ايدي على الباور ورفع الصوت. يعني انا اهو الوضعيه اتغيرت، اول ما الجهاز قفل حطيت ايدي على رفع الصوت والباور مع بعض لغايه لما يخش معايا على وضعيه اسمها الريكفري، اللي هي ديت كده. هو دخل معايا على وضع اسمه ايه؟ وضع الريكفري اهو. يا رب يكون ظاهر امامكم واضح كويس. كلام جميل. ده التراث بتاع الجهاز اللي هو A13، رقم التراث بتاعه. كلام جميل، كلام جميل. طيب العملية دي لو ما تمتش معايا من أول مرة وما دخلش معايا على وضع الريكفري، هعيد نفس العملية تاني. إيدي، أحط إيدي على خفض الصوت والباور مع بعض لغاية لما الجهاز يبتدي يقفل ويفتح، أحط إيدي على رفع الصوت والباور أدوس عليه تاني، يعني أكني دايس على الباور لغاية لما الجهاز يفتح معايا في الوضعية الجديدة اللي هو إيه؟ اللي هو يخش على وضع اسمه وضع الريكفري. كلام جديد؟ كلام جميل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نعمل إيه؟ فورمات. رفع خفض الصوت ورفع الصوت هينزل معايا زي الماوس، والباور هيبقى له اوكي، يعني انا بنزل اهو وبطلع برفع الصوت، ولو عايز ادوس اوكي على حاجه هيبقى ايه؟ بالباور. كلام جميل، كلام جميل. هنزل على حاجه اسمها ويب داتا فيكتوري. طبعا السكرين اللي هنا مش مبينه، صغيره شويه فمش مبينه الكلام. هنزل على حاجه اسمها ويب داتا فيكتوري ريست. كلام جميل، واضحه اهي. هدوس اوكي بالباور، دوست اوكي. تعالوا هنا نقرا كده، بص، اعاده الضبط الاصلي للجهاز. هنزل عليه بخفض الصوت، تمام، نزلت، هروح دايس اوكي بالباور. اول ما ادوس اوكي لو جيت هنا قريت هلاقي بيقول لي ايه؟ فورمات داتا، ويب داتا فورمات. كلام جميل كده، هو عمل فورمات للبيانات. طيب في حاجه تانية هيعملها؟ في حاجه تانية هتعملها. زي ايه؟ زي ان حضرتك تنزل على حاجه اسمها ويب كاش بارتيشن، اللي هي ملفات الكاش بتاعه البرامج وبتاعه الالعاب بتبقى مختفيه. يعني في ملفات، احنا لو حذفنا اللعبه بيبقى في ملفات مختفيه موجوده على الجهاز ما بتتمسحش. هنا بقى بنمسحها من هنا، ويب كاش بارتيشن اهو، ويب كاش، انزل تحت على كلمه يس بارتيشن وبدوس اوكي. خلاص هو كده خلص تماما تماما، كده الجهاز خلص، مش هعمل اي حاجه تاني. هدوس ريبوت سيستم ناو اهو، دوست ريبوت سيستم ناو. طب الجهاز هيعمل ايه بعد كده؟ حضرتك هتنتظر الجهاز دقايق، بتاع دقيقتين ثلاثه، لغايه لما الجهاز يفتح. والجهاز هيفتح في صوره طبيعيه، طبعا هيجيب لي ان انا اختار اللغه ومش عارف ايه والحاجات التانية دي كلها، احنا هننتظره مع بعض، هياخد له بتاع دقيقتين، ما تقلقش من اي حاجه. اهم حاجة تبقى حضرتك شاحن الجهاز، يعني على الاقل مثلا 50% عشان خاطر ما يفصلش منك اثناء عملية الفورمات، يعني ما تجيش في 10% ولا 20% وتيجي تروح عامل له فورمات. Thank you.
اهو جذب الجهاز بيبتدي يهيئ نفسه ويظبط الاعدادات بتاعته. كلام جميل، بسم الله ما شاء الله. الجهاز فتح اهو. طيب كل واحد هيختار اللغه بتاعه بلده. انا هنزل هنا كده على الساعه واختار اللغه اللي انا عايزها، زي مثلا اللغه العربيه عندنا اهو، موافق البدء، هدوس الموافقه على كل دول. خلاص انا دوست الموافقه، هدوس موافق، هدوس هنا تخاطي. هل تريد التخاطي اعدادات الواي فاي؟ لو انا لا مش عايز اوصل الواي فاي، تخاطي التاريخ والوقت، مش عايز اظبط حاجه، هسيبه زي ما هو دلوقتي. المزيد، المزيد، قبول. بيقول لي عايز تعمل باسورد او نمط او اي حاجه تاني. لا خلاص انا لسه فكه، فبعدين اعمل براحتي. تخاطي على اي حال، يرجى الانتظار، هنتظر لغايه لما يخلص. التالي، تخاطي، تخاطي برضو على اي حال، موافق. يعني كلها حاجات بسيطة، تخاطي، موافق، حاجات كلها بسيطة. انهاء كده. خلاص اهو الجهاز هيئ نفسه واهو فتح من غير باسورد. تعالوا نخش على الضبط كده، حول الهاتف، جهاز جالاكسي سامسونج A13. كلام جميل. يا رب اكون شرح عجبكم، في التكوب المعلومه، ولو في اي مشكله ظهرت معاكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله ما يبقاش في اي حاجه باذن الله. ولو عوزتوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. ما تنسونيش طبعا باللايك والشير الجميل بتاعكم. معاكم محمد من قناه فوكس فون. يا رب دعوه حلوه منكم، والتعليق الجميل واللايك الجميل، وان شاء الله اشوفكم باذن الله في كل خير وكل حب وكل سعاده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا جهاز سامسونج A13، جهاز محترم من شركه سامسونج في الفئه المتوسطه. طبعا الجهاز ده عليه باسورد واحنا مش عارفين، وعايزين نعمل له فورمات. كلام جميل. طريقه الفورمات اللي هتتم، هتمسح اي حاجه على الجهاز، هترجعه كانك لسه شاريه جديد، يعني بياناتك كلها هتتمسح. نمط او بصمه او بصمه وش او اي حاجه، طريقه الفورمات اللي هتتم واحده، يعني مش هتبقى في كل طريقه ليها فورمات، يعني النمط ليه فورمات والبصمه ليها فورمات، لا طريقه الفورمات اللي هتتم واحده، وكل حاجه على الجهاز هتتمسح، سواء اغاني، العاب، برامج، اي حاجه مش خاصه بالجهاز هتتمسح. كلام جميل. طب احنا نعمل ايه بقى؟ لو جينا قفلنا الجهاز كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ودوسنا ايقاف، الجهاز ما قفلش. طب اعمل ايه عشان الجهاز يقفل؟ كلام جميل، ركز معايا كويس في اللي انا هقوله. الجهاز اهو شغال. كلام جميل. هدوس على خفض الصوت والباور، خفض الصوت والباور اهم، هفضل دايس عليهم. كلام جميل. انا دايس عليهم اهم، ما سبتش ايدي كده. الجهاز قفل. هبتدي اغير الوضعيه وهحط ايدي على الباور ورفع الصوت، يعني انا اهو الوضعيه اتغيرت اول ما الجهاز قفل.